أشكر إذاعة الشبيبة لأن لأول مرة يتم إشراكنا في موضوع الحوار. نسمع. هل شعرت وزارة القوى العاملة بأنها وضعت في مأزق؟ نناقش. فلما نتكلم عن 10,000 وظيفة مباشرة، أتمنى يعني تفتح معظم هذه الوظائف للأخوة العمانيين. ونحاور لنصنع نقطة التقاء. نحن بعد هذه الفترة الزاهرة من حكم حضرة صاحب الجلالة، هناك نمو في كافة المجالات في كل مكان تشوفه. مع الشبيبة برنامج حواري يأتيكم من الأحد وحتى الأربعاء في 2:00 ظهرا على الشبيبة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مع الشبيبة. وفي مع الشبيبة مستمعينا اليوم جملة من المحطات سنبدأها بمنشئة الشبيبة كما عودناكم، وفي هذا الموضوع نتناول الشراكة مع الصين تجذب الاستثمارات. سنقف على التفاصيل من خلال تصريح سعادة عبد السلام بن محمد المرشد الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة وأبرز ما جاء فيه، وكذلك لدينا ملف حلقة اليوم وهو الأبرز، سنتناول فيه ذوي الإعاقة الذهنية واقع وجودهم في السلطنة وما هو أيضا واقع الخدمات المقدمة لهم صحيا واجتماعيا ونفسيا، ومن المسؤول عن حمايتهم وحماية المجتمع من آثار هذا النوع من الإعاقة. سيكون لنا جملة من الضيوف سواء بالتواجد في الاستوديو أو بالاتصالات للوقوف على تفاصيل هذه القضية أو موضوع هذا الملف. وفي محطتنا الأخيرة سنربط مع مفدي الإذاعة في محافظة ظفار للتعرف أيضا على أبرز تغطياتهم الجديدة في المحافظة من حيث طبيعة الأجواء وأبرز الفعاليات هناك. هذه هي مستمعينا جملة محطاتنا لليوم، ومباشرة نذهب إلى موضوع مانشيت الشبيبة. الشراكة مع الصين مستمعينا تجذب الاستثمارات كما أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي للشبيبة سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي، قائلا أن الشراكة الاستراتيجية مع الصين تتيح للسلطنة الاستفادة من التوسع العالمي للاستثمارات الصينية في العالم وجلب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى السلطنة. وقال المرشدي أيضا في تفاصيل تصريحه إن الصين تدخل مرحلة جديدة عنوانها الابتكار، إذ ستشهد في السنوات المقبلة منتجات مبتكرة في الصين وليست مصنعة فقط. ويشير المرشدي أن مبادرة الحزام والطريق تتشكل بوجه جديد، وأهم سماتها هو التواصل مع الحضارات الأخرى لنقل الثقافة والعلوم من وإلى تلك الشعوب. وأشار أيضا إلى أن الصين تعد المستورد الأكبر للنفط العماني، مما يستدعي الاستفادة من هذه الشراكة في زيادة حجم التبادل الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الواعدة للسلطنة كالسياحة والصناعة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي والتعدين. وأفاد أيضا أن دولا لم تكن موجودة في طريق الحرير سعت لتكون جزءا منه، الأمر الذي يعد مؤشرا على عالمية هذا المشروع، وأنه ليس لإعادة إحياء الماضي والتاريخ فحسب، وإنما هو مشروع للمستقبل، مشددا على أن الأولى أن تكون السلطنة في مقدمة تلك الدول التي تستفيد من هذا التوجه الصيني الجديد في تعزيز وجودها على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأشار في ختام هذا الحديث إلى أن وجود علاقة استراتيجية مع دولة اقتصادية كبرى كالجمهورية الصينية يجعل السلطنة منفتحة على أسواق عالمية كبيرة تتمتع بعلاقة استراتيجية مع الصين. مستمعينا، هذا الموضوع يمكن يعتبر مهم جدا، خاصة مع توجه السلطنة اليوم للتنويع في المجال الاقتصادي، وبالتالي فتح هذا المجال من الاستثمارات مع مختلف الدول، وتأتي الصين كدولة اقتصادية كبرى الشراكة معها والاستثمار معها يعد يعني توجه من نوع خاص. أتمنى أن تشهد أيضا هذه الشراكة وهذا الاستثمار مزيد من العلاقات مع دول أخرى في الفترة المقبلة بما يعزز توجهات السلطنة ودعم اقتصادها. هذا هي تفاصيل أبرز ما ورد في منشئة الشبيبة لليوم حول الشراكة مع الصين تجذب الاستثمارات. سنبدأ ملف حلقتنا بعد قليل، نطلع لفاصل وبعدها نرجع لموضوعنا الأساسي وهو ذوي الإعاقة الذهنية واقع الخدمات المقدمة لهم في السلطنة اجتماعيا نفسيا وصحيا، ومن المسؤول عن حمايتهم وحماية المجتمع من آثار هذه الإعاقة.
حياكم الله مستمعين الكرام من جديد ومتواصلين معكم من خلال برنامجنا. متواصلين معكم مستمعينا من خلال برنامجكم مع الشبيبة. نذكر بأرقام الاتصال مع البرنامج 24994 وللرسائل النصية 90018 ولرسائل واتساب 947999975 وعلى آت الشبيبة FM. ننتظر أيضا تفاعلكم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومباشرة إلى ملف حلقتنا لليوم ذوي الإعاقة الذهنية، ما هي واقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة في السلطنة ومن المسؤول عن حمايتهم وحماية المجتمع من آثار هذه الإعاقة بالتحديد؟ ربما هذا الموضوع مستمعينا ونحن نطرحه لا توجد يعني مظاهر عامة لهذا الموضوع كخطر يهدد بشكل عام المجتمع في كما هو ظاهر في بعض المجتمعات الأخرى، ولكن هذا الموضوع من المهم أن نناقشه أيضا من ناحية بعض الزوايا الصحية النفسية الاجتماعية، وأيضا نتطرق إلى الجوانب القانونية التي توضح آلية التعامل مع بعض هذه الحالات إذا ما ثم وجود يعني بعض الآثار أو الأضرار الناتجة عن بعض التصرفات الفردية من أصحاب هذه الإعاقة. سنطرق هذا الموضوع بكل تفاصيله من خلال ضيوفنا في الاستوديو، ونرحب بهم ومن خلالكم. الأستاذة فاطمة بن إحسان اللواتي، أخصائية نفسية، هي حاصلة على الماجستير في علم النفس من جامعة سلطان قابوس ومقدمة أيضا لبرنامج ثقافة نفسية. مساء الخير أستاذة فاطمة. مساء النور أمل، أهلا وسهلا بكم. حياك الله وسعيدين بتواجدك معنا اليوم، وأكيد إضافة وإثراء لحلقة ملف اليوم. وأيضا معنا في الجانب الآخر المحامية أمل بنت خلفان اليحيائية، صاحبة مكتب أمل يحيائية، محامون ومستشارون في القانون. مساء الخير محامية. مساء النور، يا أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا فيك. طبعا مثل ما سمعتوا ملف حلقتنا نفتحها بوجودكم واضح، يعني نتحدث عن ذوي الإعاقة، هم الذهنية، هم بالتحديد لا ينفصلون يعني في الخدمات وفي يعني نوعية المؤسسات التي تقدم لهم الرعاية عن بقية الإعاقات الأخرى جسديا، لكن بالتحديد هذا النوع من الإعاقة نريد أن نقف عليه بتفاصيل معينة كونه ربما له خصوصية بالتعامل. بعض الإعاقات الحركية أو الجسدية التعامل معها ربما سلس وأسهل نوعا ما من الإعاقات الفكرية. أستاذة فاطمة، نريد يعني نقف معك والمستمعين على تعريف هذا النوع من الإعاقة. نعم، الإعاقة الذهنية هي حالة من تأخر النمو العقلي. نعم. تحدث إما بسبب إصابة في الجهاز العصبي المركزي عند الإنسان، أو تحصل بعدم اكتمال بعض أجزاء الدماغ. نعم. طبعا هذا يكون عادة إما في فترة الحمل، فترة حمل الأم بالطفل، أو بعد الولادة أو أثناء الولادة بالتحديد. نعم. تناول الأم الحامل لبعض المواد التي قد تؤثر عليها، كل هذه عوامل تؤثر على كيميائية الدماغ وبالتالي تلعب دور في التأخر العقلي ووجود بعض المشاكل في الجهاز العصبي لدى هذا الشخص. هناك تقسيمة معينة لنسب الذكاء العامة، الإنسان العادي تتراوح نسبة الذكاء لديه تقريبا من 90 إلى 120. نعم. الأكثر من 100 عفوا إلى 130، الأكثر من 130 يعتبر شخص عبقري. نعم. الأقل من هذه النسبة يعني حوالي من أقل من 80 يعتبر هذا الشخص لديه نوع حالة من التخلف العقلي البسيط، الإعاقة الذهنية. كل ما نزلنا أكثر في هذا كلما ازدادت الشدة، يعني كلما ازدادت شدة هذه الإعاقة الذهنية. نعم. وهناك أيضا مستويات مختلفة من الرعاية والدعم الممكن تقديمها لهؤلاء الأشخاص حسب مستوى الإعاقة التي يعانون منها. نعم. لكن البعض يقول يعني من خلال إشارتك أن هذه نوع من الإعاقة ربما يبدأ يعني من مرحلة الجنين. نعم. إلى، لكن ماذا بالنسبة للأشخاص التي يعني تظهر هذه الإعاقة لديهم متأخرة، يعني بعد ولادتهم، بعد موقف معين أو حدث معين تحدث لهم يعني نوع من صدمة أو خلل معين يؤدي إلى يعني تشابههم في الإعاقة مع المعاقين يعني عقليا؟ نعم. هناك أحداث بيئية تؤدي أحيانا. نعم. إلى وجود هذا النوع من الاضطرابات العقلية الكبيرة. نعم. أو الملحوظة بشكل كبير، ولكن إذا جئنا للتدقيق في تاريخ الشخص لهذا الشخص، لا يمكن أن يكون هذا الشخص قد نما بشكل صحي تماما بمراحل حياته السابقة وأصبح فجأة شخص مختل عقلي أو متأخر ذهنيا. لابد من وجود تاريخ شخصي سابق،
بعض الإشارات البسيطة، يعني لو كان هناك رعاية فعلا حقيقية للطفل منذ البداية، كانت الأم ستلاحظ أن هذا الطفل تأخر في تعلم الكلام مثلا، تأخر في المشي، لديه بعض صعوبات التعلم. هناك إشارات من الممكن استقصاؤها من البداية، وليس عندما يتعرض الشخص لمواقف كبيرة أو عندما يعني يتورط بمأزق كبير إلى هذا الحد. لكن اليوم الخدمات الصحية والرعاية المقدمة أيضا للأم والطفل من بدايات الحمل، يعني هل تقدم هذه الرعاية ساهم في الحد من انتشار تأثير مثل هذه الحالات أو اكتشافها؟ بالطبع الاهتمام الصحي والعناية الصحية تلعب دور كبير في يعني الوقاية من حدوث مثل هذه الأمور، ولكن يبقى هنالك عامل وراثي. إذا فرضنا أن هناك تاريخ وراثي في الأسرة، تاريخ وراثي لحالات من الإعاقة الذهنية، فلا بد من أنها ستتكرر لاحقا، يحدث أنها تتكرر خصوصا عند وجود أحداث صادمة في حياة هذا الإنسان، وجود حالة من عدم التكيف، عدم وجود رعاية أسرية، دعم اجتماعي كافي، كل هذا يساهم في ظهور مثل هذه الحالات في وقت لاحق. أحيانا أيضا تكون العناية الصحية موجودة، ولكن عدم المواظبة من الأم في الاهتمام بمثل هذه المسائل وأخذ المكملات الغذائية وما شابه ذلك. إذا كان هناك زواج من الأقارب، وهي حالات كثيرة جدا في عمان حقيقة، وتساهم في وجود هذه الإعاقات بكثرة للأسف. لكن باعتبارك أيضا مختصة في علم النفس وأخصائية نفسية، علم النفس كيف يفسر أيضا وجود مثل هذه الإعاقات؟ نعم، مثل ما ذكرنا سابقا، هذه الحالات الوراثية، هذه الإصابات التي تحدث للجهاز العصبي المركزي، هذا الخلل في كيميائية الدماغ، هذه كلها أسباب تشكل مجتمعة الإعاقة الذهنية. هذا هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه يعني يمكن يعني المختص أو القريب من علم النفس يمكن يشير مثلك، وأكيد هناك يعني كثير مهتم بهذه الثقافة اليوم في المجتمع، لكن البعض ينظر إليها فقط من ناحية صحية. اليوم إذا ظهر شيء صحي لدى الطفل أو لدى الشخص، بالتالي أنا أقدر أوجه أنه مصاب، لكن الكثير يغفل الجانب النفسي مما يؤدي إلى استياء مثل هذه الحالات للأسف. نعم، مع أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الجانب الصحي. المسألة في الاضطرابات النفسية ربما هي أنها غير مرئية، يعني ليس هناك أشعة معينة يمكن أن تظهر أن لدينا خلل عقلي لهذا الطفل. يجب أن يكون هناك والد ووالدة مهتمين يأخذون هذا الطفل إلى مركز للرعاية، إلى مستشفى مختص، يقومون بعمل اختبارات الذكاء. اختبارات الذكاء تقيس المستوى العقلي، هل لديه المستوى المناسب لمرحلته العمرية من المنطق، من اللغة، من الوعي بالمكان، من الإدراك للذات، كل هذه المسائل هل هي موجودة أم لا. أحيانا للأسف أيضا يلاحظ الأم والأب مثل وجود مثل هذا التأخر ولا يلقون بالا، خوفا من أن يكون هذا الطفل مهمش فيما بعد، أن ترفضه المدرسة، أن يرفضه المجتمع، أن تكون هناك وصمة عار مرتبطة بهذا الشخص للأسف. لكن أنا ما أعرف يعني مثل هذه الحالات يمكن تأثر فعلا سلبيا على واقع هذه النماذج من الأطفال. لكن اليوم مع وعي الأم، مع ثقافة الأب أيضا، وجود التوعية من قبل الجهات المختصة، أتوقع يعني يمكن هذه الأشياء السلبية بدأت يمكن تنحسر في المجتمع. نتمنى ذلك. يعني نتمنى أيضا أن يكون الأم والأب قبل أن يقرروا إنجاب طفل، قبل أن يقرروا حتى وليس في فترة الحمل، أن يبدأوا بتثقيف أنفسهم في الجوانب التي يحتاجها هذا الطفل فيما بعد. اليوم صرنا في عصر لسنا معذورين فيه على الإطلاق من أن لا نحصل على المعلومة. كل ما يتطلبه الأمر أن نقوم ببعض الجهد، أن نبحث قليلا. المراجع العلمية موجودة متوفرة حتى على شبكة الإنترنت كمصادر مقروءة مسموعة مرئية في كل مكان باللغتين العربية والإنجليزية، مصادر كثيرة مترجمة. لذلك بوسع الجميع الآن أن يحصل على هذه المعلومات وأن يتخذ الخطوات اللازمة لدعم هذه الفئة. نعم، إذن هذا هو التعريف يعني باختصار. لكن يعني قبل أن ننتقل إلى الجانب الصحي أيضا باتصال والجانب القانوني، نريد نوقف على واقع الآن من خلال متابعتك ووجودك يعني في هذا يعني الاهتمام النفسي بمثل هذه الحالات، كيف تشخصين الصورة العامة لواقع المعاقين ذهنيا في السلطنة؟ في الحقيقة يعني لا يمكننا إنكار تماما أن هناك بعض الإشكاليات من قبيل يعني خصوصا فئة
الإعاقة الذهنية البسيطة. في مثل هذه الحالات يلاحظ يعني يلاحظ الأبوان أن هناك نوع من الإعاقة الذهنية، تلاحظ المدرسة ذلك، تتعذر المدرسة أن هذا الطفل ليس سليم تماما، وبالتالي لا يمكنني أن أدمجه مع الأطفال الأصحاء والسليمين تماما. مراكز الرعاية الصحية ودعم الفئات الخاصة تقول أنه ليس أو لم يصل للدرجة الكافية من التي تستحق الدعم المكثف، وهذا غير صحيح، لأن الدعم والرعاية المقدمة يفترض أن تكون على مستويات مختلفة. كل فئة تحتاج إلى درجة معينة من الدعم والرعاية، وينبغي أن توفر في مراكز مختصة كهذا. نعم، إذن هي يعني الحالة موجودة اليوم، ما ممكن ننكرها، وبالتالي عملية التفاعل معها والحد أيضا من إشكالية تأثيرها لابد أن تكون متكاملة صحيا نفسيا اجتماعيا، هذا كله موجود. أستاذ أمل، يعني بنرجع لك ونسأل عن هل وجود مثل هذه الحالات فعلا اليوم يسبب مشكلة في المجتمع لو نظرنا لها من ناحية الإشكالية؟ لو نظرنا له من ناحية الإشكالية، بالعكس هذا يسبب كثير يعني مشكلة في المجتمع إذا تركنا نحن المعاق ذهنيا بدون معالجة، بدون الرعاية الصحية، بدون متابعة. طبعا هذا في مجتمعنا راح يأثر على حالات فعلا جرمية في مجتمعنا العماني. نعم، إذن هناك يعني نعترف أن وجود مثل هذه الحالات من غير متابعة ورعاية تسبب إشكالية فعلا. نعم. إذا يعني أطلقنا لها العنان هكذا ولم نضبط التعامل معها. احنا بنروح من خلال الاتصال القادم للتعرف على الجانب الرعاية الصحية لذوي الإعاقة الذهنية بالتحديد، ومعنا بالاتصال دكتور نصر بن حبيب البلوشي. مساء الخير دكتور. مساء النور اختي أمل، اعتذر مرة أخرى يمكن سبب الانقطاع المتكرر في الاتصال. أهم شيء في النهاية وصلنا لك يعني. يعني دكتور يمكن أنا ما أعرف سمعتني في البداية لما طرحت عليك سؤال، نريد نتحدث عن واقع الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة الذهنية بالتحديد، وأيضا إذا كان هناك نوعيات لهذه الفئة تتعاملون معها بشكل مستمر ظاهرة في السلطنة. هو بشكل عام يمكن الضيوف تطرقوا لتعريف الإعاقة الذهنية والخدمات اللي الحكومة تقوم بتوفيرها عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية. نحن كجانب الخدمات الصحية اللي نقدمها بشكل عام، الحالات اللي تجينا هي تندرج تحت صنفين. الصنف الأول تأتينا من المدارس، بعض الصفوف وبعض المعلمين يشتكون من تدني المستوى الأكاديمي لبعض الطلبة، تأتي عندهم بعض التساؤلات من الممكن أنه هذا الشخص يعاني من إعاقة ذهنية، يتم تحويله لنا لتقييم معدل الذكاء. طبعا معدل الذكاء مش هو الشيء الرئيسي والوحيد لتشخيص الإعاقات الذهنية، إنما نحن ننظر بشكل عام إلى كيفية تعامل هذا الطفل أو هذا الطالب مع المجتمع، كيفية خلنا نقول الذكاء الاجتماعي أو الاستقلالية اللي موجودة في حياته اليومية. نعم. هذا جانب مهم جدا. الجانب أيضا اللي يخص المدارس، للأسف الشديد يمكن اللي نعاني منه أنه بعض المدارس لما لاحظ أنه الطالب اللي عندها يعاني من تدني في مستواه التحصيلي يتم رفضه من قبل الصف اللي هو موجود فيه ويجب تحويله إلى صفوف أخرى. من وجهة نظرنا نحن النفسية ومن واقع التشخيص أيضا ومسألة النتيجة المرجوة من أنك أنت تحول طالب يعاني من خلنا نقول درجة بسيطة من ويمكن يصنف صعوبات تعلم، يعني ما شرط أن تدني مستوى الطالب يكون هنا إشارة إلى وجود خلل في الجانب العقلي أو التأثير العقلي. بالضبط. وهذه أنا كنت راح أذكرها فيما بعد، اللي هي أنواع الإعاقات الذهنية. هناك الإعاقة الذهنية العامة اللي تمس كل جوانب قدرات العقلية للطفل، وهناك اللي نحن نسميها الخاصة جدا أو المحددة، مثل صعوبات القراءة، صعوبات مسألة الكتابة، صعوبات في العمليات الرياضية. هؤلاء هم من يحتاجون بالفعل إلى دروس تقوية في المجالات المحددة أو في الصعوبات المحددة اللي يواجهوها. هذه فئة كثير يتم تحويلها لدينا. نحن دورنا كمستشفى نخبر، نحن عندنا أخصائيين اجتماعيين، نجلس كفريق معالج نناقش الحالة،
نحاول أن نبحث عن مدى الدعم الذي ممكن نقدمه لهذا الطفل عن طريق أنه الأخصائي الاجتماعي يتواصل مع الأخصائي الاجتماعي اللي في المدرسة، منها يتواصل مع المدرس، بحيث أنه إيش هي النقاط المهمة جدا في حياة هذا الطفل. نعم. هي ليست مسألة معدل ذكاء فقط أو صعوبة تعلم محددة فقط، بل بالعكس نحن نقوم بتقييم شامل لحياة هذا الشخص الاجتماعي. هناك بعض الأسباب الأخرى اللي تؤدي إلى أنه هذا الطفل لا يقوم أو لا يأتي بالمستوى الأكاديمي المطلوب منه، وهي البيئة اللي يعيش فيها، المجتمع اللي يعيش فيه، الحالة حالة الأسرة بحد ذاتها، سواء نحن نعرف أنه الحالة الاقتصادية للأسرة تؤثر بشكل مباشر على أداء الطفل في المدرسة. ممكن هذا الطفل قدراته العقلية مناسبة مع عمره، لكن الظروف اللي يمر فيها ما يخليه يركز، ما يخليه يتابع بشكل مستمر. يعني مثل ما أشرت، يعني الظروف الأسرية أو الواقع الاجتماعي يفرض على الطفل تأثيرات نفسية تخليه تشتت ذهني عنده، بالتالي تركيزه على الدراسة يكون ضعيف. بالضبط. نعم. بالضبط. وهذه أيضا نحن نأخذها بعين الاعتبار في نعم. في مسألة تقييم الطفل. جزء من العلاج هو التواصل مع المدرسة، الجزء الآخر راح يخص الطفل بنفسه، بحيث أنه نحن نجلس معه نحاول نستوعب الصعوبات اللي يعاني فيها في البيت، نحاول نعطي بعض النصائح والإرشادات اللي هي مسألة نحن نسميها العلاج المعرفي السلوكي، كيفية التعامل مع الوضع إذا كان في هناك إمكانية أنه يتعامل مع بعضها. نعم. وبالإضافة إلى الجلوس مع الوالدين، الجلوس مع الوالدين لا يقتصر على شرح ما يحدث للطفل على كثر ما أنه أيضا بالإضافة إلى ذلك أنه نحن نجلس مع الوالدين لنقدم لهم الدعم، لأنه الوالدين في بعض الأحيان ما يعوا على على إلى تأثيرات البيئة المحيطة في المستوى الأكاديمي لابنهم. نعم. فبالتالي الدعم شيء مهم جدا، والرعاية هي الأساس بالنسبة لنا احنا، كيفية نقل هذه الفكرة مننا نحن إلى الوالدين لتقديم رعاية ذو جودة لهذا الطفل المصاب أو خلنا نقول متأثر نوعا ما بإعاقة ذهنية معينة لأي سبب من الأسباب. لكن دكتور، هذا الموضوع يعني وصل ممكن قيمة أو انصنف أن أصبح يعني ظاهرة اليوم، هل في حالات فعلا يعني ترد بكثرة ولا هناك يعني محدودية في نسبة هذه الحالات؟ ما نقدر نقول أنها ظاهرة بشكل عام، لأنه نسبة الإصابة بالإعاقة الذهنية على مستوى العالم تعتبر نوعا ما ثابتة، هي من 1 إلى 5% تندرج على حسب البحوث المتوفرة. طبعا النسبة الدقيقة راح تكون متوفرة أكثر عند وزارة التنمية الاجتماعية، اللي تقوم بدور جبار وكبير جدا من ناحية تأهيل ورعاية هؤلاء الأطفال، لأنه نحن عندنا دور رعاية ممتازة مثل مركز الأمل ومراكز أخرى لتأهيل المصابين بالإعاقات الذهنية. طبعا الأسباب مختلفة، نحن نتكلم عن أسباب أمراض جينية مثل داون، مثل أمراض مزمنة كالصرع، وهناك أسباب أيضا بيئية اللي ذكرناها من ناحية الظروف الاجتماعية والظروف الأسرية اللي تؤثر على نمو هذا الطفل من الناحية العقلية ومن الناحية الذهنية. بشكل عام الهدف الرئيسي هو توفير بيئة مناسبة وآمنة للطفل. ذكرت بأحد محاور حديثكم من ناحية النقاش أن هناك أيضا وصمة عار من ناحية الأسرة، أنه أنا ما أريد أنه الأهل أو الناس يعرفوا أنه أنا عندي ابن مصاب بهذا المرض، أو أنه أنا ما أريد لما هذه حالات يمكن موجودة يعني في بعض الأسر للأسف، يعني هذا اليوم حاضنة لهذا الطفل، أو اليوم يمكن يكون أصبح شاب يعني بلغ أكثر من 20 عام، ويمكن ما حد يعرف عنه، انحرم من خدمات صحية، من خدمات تعليمية، من غيره، بسبب أيضا ضعف ثقافة الأسرة أن في مجال أن هذا الطفل أو هذا الشاب يعني يندمج مع المجتمع خلال تلقي خدمة معينة. وهذه مسألة حساسة. نعم. جدا لهم، ومسألة حساسة جدا للمجتمع. نحن دورنا أعتقد هو اللي تقوموا فيه، يعني مشكورين بطرح مثل هذه المسائل على الملأ في الإذاعة، وهذا لتبصير وتوعية المجتمع، لأنه نحن ما في دائما يقول ما في علة وما لها، أو ما في داء وإلا إله دواء. إذا ما في مشكلة إلا ولها حل. إذا أنت كنت تعاني من أنه عندك أحد مصاب بإعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية أيا كانت، نحن مستعدين أنه نتقبلك، نحن مستعدين أنه ندعمك، نحن هنا لتوفير كل الدعم والرعاية لك ولهذا الشخص. لا تحرمه من
يعني حقوقه الرئيسية والحقوق البسيطة جدا، وهي مثل ما ذكرت الرعاية الصحية التعليم. ودكتور يعني للآن يعني الإشكالية أن حتى نوعية يعني مصطلح هذا الموضوع الإعاقة الذهنية تبدو أنها غير واضحة من خلال أيضا حديثك ومن خلال بعض النماذج. الواحد يقول لك إذا تدنى مستوى الطفل أنا أصنفه أنه عنده إعاقة أو مشكلة ذهنية أو عقلية، ويعني وأبحث له عن علاج مباشرة، يمكن هذا يكون له تأثير سلبي أيضا على الطفل نفسه. هناك أيضا البعض يخلط بين المصابين باضطراب طيف التوحد وبين الإعاقة الذهنية، فبالتالي هذه الإشكالية أيضا يمكن تكون سلبية على الطفل نفسه ويكون ما مصاب أصلا. صحيح بالفعل، لأنه المشكلة يمكن تأتي من ضمن أعراض طيف التوحد أنه المريض يعاني من ضعف بقدرات العقلية من بسيطة إلى متوسطة. وللأسف الشديد أيضا يعني طيف التوحد هو موضوع كبير جدا والنقاش يطول فيه. احنا ناقشناه، طرحناه على طاولتنا وناقشناه بتجارب يعني مختصين بشكل موسع هذا الموضوع. بالضبط. نعم. وصمة العار المرتبطة بمرض طيف التوحد والتخوف أنه الإعاقة الذهنية ممكن تمثل صورة بطريقة أو بأخرى صورة عن 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 مرض التوحد يخلي الآباء أيضا يتخوفوا أكثر من أنه يسعوا إلى طلب المساعدة أو طلب أهل الخبرة أنه يشيروا عليهم بطبيعة العلاج أو طبيعة الخدمات المتوفرة لهم. لكن هل في علاقة دكتور بين الحالتين، يعني بين المضطربين بطيف التوحد وبين المصابين بالإعاقة الذهنية؟ عفوا مرة ثانية السؤال الأخير. في ارتباط يعني بين الحالتين، بين اضطراب طيف التوحد وبين الإعاقة بصلة معينة؟ الارتباط فقط يكمن في أنه من أعراض طيف التوحد تندرج الإعاقة الذهنية طبعا، ولكن ليست من الأعراض التي يتم تشخيص طيف التوحد بها. نعم. يجب أنه ندرك هذه النقطة، هي فقط عرض من الأعراض وليست أيضا من الأعراض الرئيسية لتشخيص طيف التوحد. نعم واضح. خلينا نوقف على أيضا الحالات اللي فعلا هي مصابة ووصلت إلى درجة يعني حرجة وممكن وجودها يؤثر أو يهدد المجتمع، كيف تتعاملون معها؟ نحن بشكل عام طبعا العلاجات اللي نقدمها في البداية تكون سلوكية، لأنه بعض الأحيان الشخص المصاب بإعاقة خلينا نقول متوسطة إلى شديدة يجد صعوبة في عملية التواصل مع الآخرين. في بعض الأحيان سبب السلوك الخطير أو السلوك خلينا نقول العدائي اللي يقوم به المصاب بالإعاقة الذهنية الشديدة أو المتوسطة هو سبب باطني، مثلا الطفل عنده إمساك أو الطفل يريد أو يرغب في شيء معين ولكن لا يستطيع التعبير عن هذا الشيء، يقوم ببعض الممارسات الخاطئة أو الممارسات العدائية اللي تعكس لحاجته في التواصل. فالتقييم المناسب للطفل من هذه الناحية جدا مهم قبل التوجه إلى العلاجات الدوائية. نحن نقوم بالتقييم هذا من ناحية عن طريق سؤال الطفل أو سؤال الوالدين عن روتين حياة هذا الطفل، هل هناك تغير حدث طارئ على روتين حياة المصاب هذا، هل هناك شخص آخر جديد يقوم برعايته، مثلا عامل منزل جديد أو عاملة منزل جديدة هي التي تتعامل معه. نعم. فبالتالي الطفل يلاقي صعوبة في التعامل معه. إذا وجدت هذه الأسباب نحن نقوم بتوضيحها ونقوم بتداركها قبل لا أن الموضوع يصل إلى أكثر من ذلك. نعم. هذه النقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، الظروف البيئية التي تجعل الطفل يقوم بعمل عدائي. نعم. إذا هذه العوامل غير موجودة والحالة مستقرة من ناحية البيئة المحيطة بالطفل، يظهر أنه العدائية تأتي من الجانب السلوكي لهذا الشخص، لأنه يصعب عليه التعبير، يبدأ بالعدائية سواء يؤثر هذا عليه شخصيا أو على البيئة أو الأشخاص المحيطين به. عندما يمثل هذا خطر على حياته أو على حياة الآخرين نحن نلجأ إلى العلاجات الدوائية. العلاجات الدوائية دورها طبعا هو التقليل من العدائية الموجودة عند الطفل. طبعا الأسر يمكن تلاحظ أنه بعض الأدوية لها بعض الأعراض الجانبية، من مثلا أن الطفل ينام بشكل كثير، لكن ما لازم يتخوفوا من هالنقطة، لأنه جزء من طريقة عمل الدواء أنه يقوم بتخدير الطفل، ونحن لما نصف هذه الجرعة هي جرعة مقننة، جرعة تندرج تحت المقاييس العالمية، نتأكد تماما أنه لا تضر بالطفل. نحن دائما نوازن بين فائدة الدواء العلاجي اللي نقدمه وبين مضاره. عندما نجد أنه الفائدة المرجوة من الدواء أكبر من مضاره
نقوم بوصف هذا الدواء. وطبعا هذه الأدوية تكون لفترة معينة، مش لفترة طويلة جدا، فقط لفترة معينة إلى أن الطفل يهدأ. تلاحظوا يعني التأثير هذه الأدوية ومدى حاجة الطفل أيضا، أو هي ممكن ما نقول يعني الطفل في مراحل عمرية مختلفة، حتى البعض تأتي هذه الحالة وتظهر عنده هو شاب. صحيح صحيح. إذا نحن اللي نقوم فيه أنه نعطي هذا الشخص العلاج، نقوم بتقييمه دائما بشكل دوري. بعض الأخطاء الشائعة عندنا للأسف الشديد أنه الشخص يأتي يأخذ الدواء أول مرة، يشوف أنه والله الدواء تناسب مع الشخص المصاب وبدأ يتحسن، للأسف كل 3 أشهر يجي بدون ما يجيب المريض، يجي يأخذ الدواء، وهذا خطأ كبير، لأنه أنت بهالطريقة تقلل من أهمية الممارسة الطبيعية بين الطبيب وبين المريض. تقلل من مسألة إعادة التقييم الدوري اللي هو يعتبر شيء مهم جدا في علاج هذا المريض، بمعنى أنه أنت لو على كل 3 أشهر تجي تأخذ الدواء، أنا كان بالإمكان أنه بعد 6 أشهر أو 9 أشهر أبدأ أقلل من جرعة الدواء هذا، والشخص المصاب يمكن بعد سنة أو سنة ونص ما يحتاج إلى الدواء. لكن نحن لازلنا نعاني من وصمة العار، من أنه أنا أجيب ولدي إلى المستشفى والكل يشوفني. دكتور، هذا الجانب ولدي. يعني نحن تحدثنا يعني الجانب العلاجي الآن، الطريقة والآليات واضحة ومقننة، لكن الدور التكاملي بينكم وأيضا بين الأطراف الأخرى، يعني المختصين في الجانب النفسي، المختصين في الجانب الاجتماعي، الجهات القانونية، كيف تعملوا كذا كتوأمة واحدة في يعني إيصال الرسالة والتوعية المناسبة للمجتمع بكيفية التعامل مع هذه الحالات؟ نحن يمكن الشيء الرئيسي اللي نقوم فيه اولا هو التعامل مع مقدمي الرعايه، الوالدين او الشخص اللي يجيب المريض المصاب بالاعاقه الذهنيه. نعمل على تثقيفه من ناحيه طبيعه المرض، من ناحيه انه حتى بالدواءات او بالعلاجات اللي نقدمها ممكن المريض ينتكس وهذا جزء من مرضه. يجب ان يعي مقدمي الرعايه انه الانتكاسات او العدائيه او السلوكيات اللي يقوم بها الشخص المصاب بعض الأحيان هي عرضية تأتي وتذهب مع الوقت. لا يجب مع كل خلنا نقول عرض عدائي معين تجيبه للمستشفى، يجب أنه نعرف كيف نتعامل سلوكيا مع هذا المصاب بهذه الإعاقة، هذا أولا. الشيء الآخر، نحن الحمد لله في تواصل دائم مع وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق دور الرعاية، أيضا نثقف مقدمي الرعاية على تواجد هؤلاء في الخدمة وفي تقديم الرعاية لهم. بالإضافة لا ننسى إلى أنه أيضا مقدمي الرعاية يحتاجوا إلى خلنا نقول راحة، لأنه أنت لما يكون عندك شخص مصاب بإعاقة ذهنية وهو يعتبر مرض مزمن وتقوم بالرعاية الدورية بشكل مستمر على سنين طوال، أنت تعاني من مع الوقت من نحن نسمي البيرن آوت، اللي هو تبدأ تذوب مع 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 الوقت، تبدأ أعصابك تفقدها بسهولة، تبدأ تعاني أنت بنفسك من القلق من الاكتئاب، فتحتاج إلى فترة راحة. هذه دور الرعاية في بعض الأحيان تقدم هذه الخدمة، وهذا شيء جيد جدا، لأنه كل ما تحسنت جودة مقدم الرعاية تتحسن جودة الرعاية المقدمة لهذا الطفل في البيت. نعم. إذن دكتور شكرا جزيلا، بالفعل كانت مداخلة هامة ومعلومات بكمية وفيرة، من يعني يمكن على الصعيد الشخصي استفدنا منها، نتمنى تكون رسالتك وأيضا توجيهاتك وصلت للمستمعين ومن الأسر الحاضنة لمثل هذه الحالات. دكتور نصر بن حبيب البلوشي، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا أخي أمل، وشكرا للضيوف، وشكرا لشبيبة FM في تطرق لموضوع مثل هذا مهم جدا، وإلقاء الضوء على موضوع يخص الاضطرابات الذهنية والنفسية للمصابين وللمجتمع، وهذه رسالة جدا جميلة تشكرون عليها. هذا دورنا التكاملي بالإضافة إلى أدواركم، طبيعي أن يكون الإعلام ورسالة الإعلامية حاضرة في مثل هذه الحالات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا. إذا مستمعينا بنخرج لفاصل وبعدها راجعين نواصل حديثنا مع ضيوفنا في الاستوديو، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا في مطلع ساعتنا الثانية من عمر البرنامج، ويا هلا بكل اللي انضم للسمع على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في محافظة ظفر. احنا ما زلنا مستمعينا نتحدث عن موضوع ملف حلقة اليوم، وذوي الإعاقة الذهنية وواقع حالاتهم في السلطنة، خدمات المقدمة لهم، وأيضا المسؤولية عن حمايتهم وحماية المجتمع من تأثير
هذه الإعاقة. كان معنا قبل الخروج لفاصل الدكتور نصر بن حبيب البلوشي، طبيب نفسي تابع للمجلس الطبي للاختصاصات الطبية، أشار إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بعملية تقديم الخدمات أو الرعاية الصحية، وكذلك الاهتمام بالجانب النفسي والبيئي في يعني التكامل بينها وبين الخدمات الصحية، حتى يصل الجميع إلى علاقة يعني امتزاج في عملية هذه الخدمة وتقديم رعاية صحية مناسبة ومتكافئة مع نوع تلك الحالة. نعود إلى الضيوف في الاستوديو ومباشرة إلى الأستاذة فاطمة اللواتي، ونتحدث عن دور الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في التعامل مع هذه الحالات. نعم، عندما نتحدث عن الأسرة نتحدث عن مرحلة الطفولة المبكرة. نعم. أسلوب الرعاية الوالدية من المعروف أنه يؤثر على النمو النفسي للإنسان، سواء كان إنسان صحيح تماما أو إنسان لديه إعاقة ذهنية أو أي نوع آخر من الاضطراب النفسي أو الجسدي حتى. نعم. أسلوب الرعاية الوالدية عادة ما يكون في ثلاث مستويات مختلفة. أسلوب الرعاية الذي يتميز بالحماية الزائدة لدى بعض الوالدين، يعني الطفل مدلل لا يمكن أن يتعرض لأي موقف يهدد سلامته الشخصية، لا يقوم بأي شيء معتمدا على نفسه، هو في حالة حماية دائمة من قبل المحيطين به أو الأم والأب تحديدا. هناك أسلوب مناقض، هو أسلوب النقد الزائد، التربية القاسية إلى حد ما، وهذه بالطبع تلعب دور يعني مهم جدا في زيادة سوء هذه الحالات بشكل كبير. أسلوب التربية المطلوب هو الأسلوب المتوازن الذي نوازن فيه بين العطف والحب، وأيضا في الوقت نفسه نقدم تحديات للطفل، نساعده على بناء شخصيته، نساعده على يعني تعبئة هذه الفجوات الموجودة في شخصيته. لا توجد شخصية مكتملة تماما. نعم. يعني قد نجد أن الطفل مثلا ذكي في المدرسة أو جيد، سلوكه جيد، ولكنه خجول غير قادر على الاندماج بالمجتمع. نعم. فمثل هذه الأمور ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار عند الطفل السليم، فما بالك يعني عند الطفل المصاب بهذه الطفل المصاب بالإعاقة الذهنية. نعم. يحتاج إلى تأهيل في هذه الجوانب، في الجوانب السلوكية، كيف يتصرف بوجود الآخرين، ما هي الحدود الاجتماعية التي يجب أن يتوقف عندها. نعم. لأنه إدراك هذا الطفل يعني أقل قليلا، وبالتالي من الصعب أن يتعلم بنفسه، ينبغي أن نبذل جهد إضافي في تقديم مثل هذه المعرفة. نعم. لهذا الطفل. ماذا عن المجتمع أيضا ونظرة المجتمع لبعض يعني بعض الأطفال تظهر هذه الحالة حتى على الشكل العام لهم، على بعض السلوكيات والتصرفات الظاهرة عند الجميع، ما تكتفي فقط بمجرد يعني ردة فعل عقلية. نعم. المجتمع الإنساني بشكل عام، حتى نكون نعم. عادلين ولا نخصص مجتمعنا بشكل خاص، نعم. يرفض المختلف. نعم. يجد صعوبة في تقبل الإنسان المختلف، المختلف شكلاً، المختلف سلوكاً، فما بالك بشخص شاذ ومختلف من النواحي السلوكية والعقلية، وهي جوانب حساسة. يعني من السهل أن يطلق شخص لا يعرفك أحكام عليك بأنك شخص كذا وكذا. نعم. فما بالك إذا كان هذا طفل صغير، يعني لابد من أن هذا سيؤثر على نموه النفسي بشكل خاص. يعني لا غالبا لا تكون هذه الإعاقة الذهنية لوحدها، وإنما تترافق مع مجموعة من الاضطرابات النفسية التي يكون سببها شيء واحد، وهو نظرة المجتمع. نعم. معاملة المجتمع لهذا الشخص على أنه شخص غريب، مختلف، شاذ، غير متقبل. يعني هذا يحتاج توعية اجتماعية بالدرجة الأولى. إذن هي عملية العلاج النفسي ما مقتصرة على ما يقدم في مراكز الرعاية اليوم. الأسرة مسؤولة عن تقديم جزء من هذا العلاج، المجتمع بأسرة سواء كانوا أقران، زملاء في مدرسة، يعني زملاء في حي، الكل يعني مسؤول إنه أيضا يساعد على دمج هذا المصاب أو هذا يعني المعاق ذهنيا في تفاصيل الحياة اليومية بشكل عادي. نعم. نعم. إذن هذا هو يعني أيضا مستمعينا الدور المؤمل على الأسرة وكذلك على المجتمع في التعامل مع هذه الحالات. لدينا اتصال أو مداخلة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. كيف الحال؟ طيبين؟ الله يسلمك يا رب. نتعرف عليك. أسعد الله مساك بالخير والسلام والسلام. مساك يا رب. الحمد لله تمام، الله يسلمك. أول مرة ما شاء الله نشارك معكم. مرحب. ومن سنين مرحب ومن أشهر الطفل. مع حسين السعدي وصلالة.
يا هلا يا هلا حسين، تفضل. طيب الله يسلمك يا رب. أمس عليكم سلام. وسعيدين بالتواصل أيضا من محافظة ظفار، وأكيد أجواءكم مختلفة والشبيبة متابعة لمختلف الأحداث هناك. والنعم فيكم أكيد، ولكم ركن في المهرجان ما شاء الله من بداية الأمس تقريبا. لا نعم، إذا أنت متابع للتفاصيل. الله يعطيكم العافية. حسين اليوم إحنا نتحدث يمكن إذا متابع عن ذوي الإعاقة الذهنية، وتحدثنا عن جوانب مختلفة في هذا الموضوع، فتفضل إذا في مشاركة أو مداخلة من عندك. أستاذ العزيزة، أنا أتمنى من الجهات المختصة نعم الاهتمام، إن كانت وزارة التنمية ولا وزارة شو اسمه وزارة التنمية وذات الوزارة اللي هذا كانت في بالي، إنه يرجع إنه الاهتمام في هذا ذوي الإعاقة. وهذا ذوي الإعاقة مننا وفينا، يعني لأنه يفترض معايشتهم مثل معايشتنا ولا نختلف عنهم بأي شيء. حتى في الجهات يمكن حسين يعني احنا نتحدث عن دور الجهات، دائما نعول نقول ان هذه الجهة لازم تقدم كذا والمستشفيات لازم تقدم كذا والتنمية كذا، وننسى ابسط دور اللي هو دور المجتمع. احنا تحدثنا قبل قليل، اليوم احنا يعني مفترض ان نتقبل بعضنا البعض يعني من دون النظر الى وجود اعاقات او وجود اختلافات. نعم يفترض كنا يعني مثلنا، يعني ما نحن ما نبتعد منهم، نحن نوقرهم نساعدهم يعني في مجالسنا في أي شيء يكونوا معنا في نفس المجتمع. نعم. ما نبعدهم عنا مهما كان. يعني في سبق لك يعني في سبق لك تعامل مع مثل هذه الحالات، موقف معين أو يعني شيء ممكن؟ والله أنا دائما مشكلة في وسطي أنا الآن. نعم. ما عندي أحد أستاذ العزيز، ولكن دائما في فصل الخريف ألتقي فيهم. نعم. والتقيت فيهم في يوم من الأيام، كنت في عين الكسوة التقيت فيهم واحتويتهم وجلسنا مع بعض يعني، وتعرفنا على بعض، وبيننا رسائل ما شاء الله، اللي من صحار واللي من السويق واللي من مسقط. نعم. بيننا يعني تواصل. فهذول يعني يعيشوش في وقت جدا جيد وجدا جميل يعني. زين حسين، قدم رسالة أيضا من خلالك أيضا كفرد من المجتمع إلى المجتمع بشكل عام في التعامل مع هذه الفئة. أنا أتمنى أحتفل الجهات أستاذ أمل، أحتفل الجهات المختصة يعني في الجهات في الوزارات، يعني منهم معاقين ما يقدروا يطلعوا الدرج. نعم. بل أتمنى يعني يعملوا لهم مكان على الجانب. هو حسين إحنا ما نتكلم اليوم يعني عن الإعاقة الجسدية بالتحديد، نتكلم عن الإعاقة الذهنية يعني. نعم. نعم 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 أنا فاهمك يعني. أنا نعم. أقصد من جميع المحتوى اللي أقصده يعني، ما أقصد إنه من جهة شيء، من جميع الاحتواء يعني. نعم. إذن أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأشكركم على برامجكم الطيبة. شكرا شكرا حسين على مداخلتك، ونتمنى أيضا يكون الجميع مثلك كذا يحتوي إذا كان صادفه أي شخص يعني يعني الآن إحنا عندنا في فصل الخريف طبعا صح لا؟ نعم. وعندنا مهرجان، يفترض يعني يكون كلهم مكان يعني حتى نهاية الخريف من البداية للنهاية. نعم. يعني يحسوا انهم عايشين يعني متعايشين، ما ينقصهم شيء يعني، فهمتيني؟ يكون لهم ركن خاص في المهرجان يعني. نعم. إن شاء الله رسالتك واضحة، وأكيد في جهود في السلطنة في أيضا في مختلف المجالات. شكرا حسين، نتمنى لك أيضا التوفيق. شكرا. يلا مع السلامة إن شاء الله. السلامة. شكرا. إذا مستمعينا كانت هذه مداخلة حسين من محافظة ظفار، ويؤكد أنه في نماذج موجودة وأن أهمية أيضا تفاعل المجتمع، ويعلق على هذا الموضوع. ونحن أيضا نؤكد أن المجتمع هو مساهم في إيجاد حل وعلاج فاعل من خلال عملية التعامل والتفاعل مع هذه الفئة. محامية أمل، احنا بنوقف على القانون، القانون اليوم ايضا ما اغفل اي فئة من فئات المجتمع، سواء من حيث يعني تقديم خدماتهم، تعليمهم، عملهم، كل هذه التفاصيل كانت حاضرة اتوقع. كيف يعني تعامل القانون او المشرع العماني، كيف انصف هذه الفئة؟ بالنسبة للمشرع العماني انصف هذه الفئة طبعا. في بعض الاحيان في عندنا بعض القضايا هو ما أصلا يحاول ادعاء المرض النفسي إذا كان فعلا هو متهم. نعم. هو بالتحديد أنا أريد أتحدث إذا القانون يعني
في مواد قانونية معينة وجهت بأهمية خدماتهم في التعليم في العمل في كذا؟ بالعكس، في قانون اللي هو رعاية وتأهيل التأهيل المعاقين والذهنيين بالمرسوم السلطاني الصادر في اللي هو رقم 63/2008، اللي هو التعليم، إعطائهم حق في العمل، إعطائهم حق في اللي هو طبعا بعض الأحيان إحنا قلنا اليوم ذهنيين تتكلموا عنه غير المعاقين، ولكن بعد هم لهم فئة. هو القانون لم يخصص وإنما يعني ذكر الموضوع بشكل الموضوع عام. بشكل عام، ولكن حتى من حقهم إنهم بعض الأحيان يحصل على مثلا اللي هي التراخيص، البطاقات، إعفائهم من الرسوم، إعفائهم من 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 كل هذه الجهات. إذن هناك اهتمام أيضا قانوني بهذه الفئة. أستاذ أمل، أيضا يعني البعض، وإحنا شهدنا مثل هذه الأشياء وما ممكن أيضا نروح بعيد عنها، إن في بعض الحالات أو بعض يعني المواقف حصلت وبعد ذلك فسرت أن يعني من قام بهذا الجرم أو هذا الموضوع هو مختل ذهنيا أو عقليا. كيف تتعاملوا أيضا مع هذه النوعية من القضايا؟ بالنسبة لهذه النوعية من القضايا طبعا يحاول طبعا إحالتهم إلى الطب النفسي، معرفة طبعا هل هو فعلا هذا الإنسان فعلا يعني عنده إعاقة ذهنية أو إنه هو طبعا يتهيأ له إنه أنا عندي إعاقة، لتخفيف العقوبة عنه والتهرب من العقاب. وهذا موضوع ثاني إنه يتهرب، لكن أنا يعني في خطوات معينة منها إنه يحال إلى الفحص. نعم، يحال إلى الفحص الطبي هو. وحالة ثبت فعلا إنه مختل عقليا، كيف يتم التعامل مع هذا؟ طبعا يخضع، طبعا يرسل طبعا للعلاج. نعم. وتخفيف العقوبة إله طبعا. نعم. أو بعض الأحيان إذا كان في جرم إنه هو طبعا يبرأ. نعم. لأنه هو أساسا يعني عمل الجرم بغير وعيه. نعم. إذن هذه هي التعامل مع القانون. بغير وعيه. نعم. هناك إشارة ذكرت قبل قليل في حديثك إن البعض يتخذ يعني من الاختلال العقلي أو الذهني شماعة يعلق عليها أو يتهرب منها من واقع العقوبة القانونية، وللأسف يعني إن الواحد فعلا يتمنى في لحظة من اللحظات إنه يكون مختل عقليا حتى يهرب بنفسه. وهذه أيضا يمكن جرائم حصلت أو مواقف حصلت، كيف تتعاملوا معها أيضا؟ هذا احنا نتعامل معاها، نحن كقانونيين احنا محامين. نعم. بس تتعامل معاها، هذا يتعامل معاها طبعا القضاء. نعم. اللي هو محاكمة الموضوع تتعامل معها طبعا، اللي هو إخضاعهم إلى الفحص الطبي، معرفة فعلا هذا الإنسان هل هو فعلا معاق ذهنيا، هل هذا الإنسان مريض، هل هذا الإنسان ممكن أن يخفف العقوبة. ولكن هنا تجيب حتى لو صارت إنه جاء تقرير، ترجع التقدير مدى يعني التقرير هذا لمحكمة الموضوع، هي اللي تقدر مدى خطورة المختل عقليا وما ينبغي الأمر في التدابير اللي تعمل فيها، يعني إما إخضاعه للحبس انفرادي أو إنه يحال إلى العلاج. نعم. إذن هذه تعامل القانون أو باختصاص يعني بشكل خاص المحامين في بعض القضايا المرتبطة بالمعاقين ذهنيا. لكن من خلال أيضا يعني وجودك في واقع هذا الموضوع، هل لدينا أحداث جرائم يعني مرتكبوها من المختلين عقليا نسبة موجودة يعني عندنا نقدرها؟ فعلا ما أقدر أقدر لك النسبة. نعم. بس عندنا، بس نسبة ضئيلة عندنا. نعم. في مجتمعنا. طيب. ولكن بعض الأحيان في استغلال للأشخاص هذه اللي هم طبعا الفئة هذه، استغلال من ناس ثانية اللي هم يرتكبوا الجريمة، يعني حتى ممكن إنه هو يعني كيف أجيب لك إياها، على أساس إنه هو يعني هو يقوم بارتكاب الجريمة ولكن بفعل يعني بتوجيه مدبر من شخص آخر. من شخص آخر. نعم. ولكن في هذه الحالة يعفى مرتكب الجريمة اللي هم ذوي الإعاقة الذهنية. نعم. ولكن الشريك ولا يعفى من العقوب الطبيعي، يعني هو. نعم. الآن أنا أتوقع أنه في مثل هذا الموقف هو يفترض أن تكون عقوبته مضاعفة. نعم. لأن الاستغلال أيضا مثل هذه الفئة في إيقاع نوعيات من الجرائم. إذن المجتمع مسؤول. أجد يعني إن المجتمع مسؤول فعلا، هو جزء كبير من العلاج في تعامله مع هذه الحالات. أرجع لك أستاذة فاطمة ونتحدث عن آلية الدمج. اليوم إحنا وقفنا على المشكلة، وقفنا على آليات مختلفة للعلاج الصحي النفسي وأيضا للتعامل القانوني. أريد نوصل إلى علاج
إلى حل، كيف يمكن أيضا لوضع مجموعة من النقاط من خلالها ندمج هذه الفئة في المجتمع ونخفف من تأثير هذه الحالة؟ نعم، كما ذكرنا في نقطة سابقة، الدعم أو دمج هؤلاء في المجتمع يعتمد على نسبة الإعاقة العقلية أو درجتها. في حال كانت هذه الإعاقة طفيفة أو خفيفة، يمكننا أن نؤهل هؤلاء الأشخاص ببساطة حتى يحصلوا حتى على وظائف ومهن خاصة بهم. في المغرب في العام الماضي تم افتتاح مطعم، يعني الطاقم الذي يعمل فيه بالكامل مؤلف من هؤلاء من ذوي الإعاقات الذهنية بوجود مشرف لهم. أيضا بإضافة لتأهيل هذه الفئة، هناك الفئة المتوسطة التي تحتاج لبذل جهد أكبر في التأهيل. هؤلاء بحاجة إلى مراكز تأهيل تعمل ببرامج متطورة مواكبة للمرحلة التي نحن فيها. هناك برامج إلكترونية يمكن أن تطوع لهذه الأهداف اليوم. أما في الحالات المتطرفة فهي تحتاج إلى دعم كامل، يعني في هذه الحالات الشخص يكون حتى غير مسؤول عن تصرفاته عن أفعاله، بالتالي هو بحاجة إلى مظلة قانونية تحميه، بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية واجتماعية مكتملة. وأعتقد يجب أن تكون هناك ضمانة قانونية، ربما الأستاذ أمل أدرى بهذا الموضوع، تكون هناك حماية لمثل هؤلاء، لأنهم يعني كما يمكن أن لهؤلاء أن يتسببوا بالضرر لآخرين، هم أنفسهم يمكن أن يتعرضوا. نعم. لهذا مطعم سهل لأشخاص يعني آخرين بعيدين عن الإنسانية. الجانب النفسي أيضا كيف ممكن يتعامل مع ذوي الإعاقة في حالة ارتكابهم؟ إحنا تكلمنا عن القانون، في حالة وجود جريمة معينة أو موقف معين صدر من أي شخص مصاب بهذا النوع من الإعاقة. نعم. بعد تشخيص الحالة، يعني بعد مرور بمرحلة اختبار الذكاء، تحديد القدرات العقلية، تحديد نسبة الذكاء، يمكن الفصل حقا إذا كان هذا الشخص مسؤول عن الجريمة أو عدم مسؤول يعني بدرجة معينة. وهنا يأتي دور الدعم، لابد من وجود فرق للدعم النفسي تعمل جنبا إلى جنب إلى جانب الفرق الجنائية القانونية لتتدخل في الحالات المناسبة، يعني حتى إذا ما تقرر أن هذا الشخص مسؤول عن هذه الجريمة، في أثناء الاحتجاز يكون هناك تأهيل نفسي، يكون هناك دعم، يكون هناك يعني من النواحي الأخلاقية، من النواحي الاجتماعية، الوازع الديني قد يلعب بعض الدور في بعض الأحيان. كل هذه الجوانب متى ما توفرت نحن نستطيع أن نجعل هؤلاء الأشخاص أشخاصا أفضل، أشخاصا مشاركين معنا في بناء المجتمع. الواقع اليوم الموجود في السلطنة والخدمات هذه هل فعلا مساعدة لدعم هؤلاء، لتأهيلهم، لدمجهم في المجتمع؟ نلقي صورة، احنا تمنينا ان يكون حد عندنا من وزارة التنمية يمكن بيكون نعم. يعني حديثهم اكثر ايضاح لهذه الخدمات، لكن ايضا باعتبارك يعني في الجانب النفسي نعم. خلينا نتحدث عن هذا الجانب. هناك مساهمة يعني سواء من جهة الوزارة أو من بعض الجهات الخاصة نعم. من بعض الجمعيات الرعاية، ربما جمعية الأطفال المعاقين وغيرها. هناك دعم، ولكن هل هو كافي أم لا؟ أعتقد أن أهالي هؤلاء الأشخاص سيجيبون بشكل أفضل. يعني أنا سمعت ربما لبعض البرامج الإعلامية التي كانت تستضيف هؤلاء الأشخاص، وفي الحقيقة كان هناك يعني لديهم مطالب إضافية، لديهم رغبات. بالطبع كل أم وأب يتمنون أن يحصل طفلهم أو أبنائهم على أفضل رعاية. نعم. بالطبع. ما الذي نحتاجه يعني للمستقبل بحيث أن نقدم أفضل رعاية؟ نعم، نحتاج إلى برامج تكون متكافئة نعم. مع كل الحالات، يعني لا نستطيع أن ندمج جميع حالات الإعاقة مع بعضها نعم. يعني الإعاقات الجسدية والعقلية مع بعضها، لأن هذا شيء وهذاك شيء آخر. على المستويات المختلفة، على مثلا التوحد، متلازمة داون، كل هذه بحاجة إلى برامج مختلفة. يعني لا يصح أن نضعهم جميعا في مركز تأهيلي واحد ونحضر نفس الأشخاص حتى يتعاملوا مع الجميع، لأن كل الحالات يعني تحتاج إلى تعامل مختلف. بالطبع هناك خصوصية لكل حالة، فنتمنى وجود هذه التخصصية، نتمنى ظهور إعلامي أكبر لهذه الجهات حتى يعرف كل شخص في المجتمع ما يمكن أن يحصل عليه سواء من جهات حكومية أو خاصة. نعم. اليوم أيضا مثل ما سمعنا الدكتور أشار أن معظم الحالات تحول إلى من المدارس نعم.
فمدى أيضا الوعي اللي يفترض يكون عند المدرسة عند الأخصائية الاجتماعية والنفسية الموجودة عند المعلم نفسه إذا قرأت بعض الحالات عنده وكيف يتعامل معها. نعم، هنا نقطة مهمة. في بعض المدارس للأسف، بعض المؤسسات التعليمية، يتحول دور الأخصائي النفسي والاجتماعي من أخصائي إلى شخص مخول بالمكافأة والعقاب. نعم. يعني يذهب الطالب يوجه لمكتب الأخصائي حتى يحصل على التأديب، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأنه كيف سيشعر هذا الفرد بالأمان وبالطمأنينة مع هذا الأخصائي إذا كان هو مصدر للعقاب من جهة أخرى؟ تأثير سلبي على الحالة. سيكون تأثير سلبي، ولن يكون هناك تقبل لهذا التدخل ولهذه الرعاية النفسية أو الاجتماعية المقدمة له. فلا بد من تكاتف حقيقة من الإدارات، من المعلمين، حتى يعني يخصص أو يفرغ هذا الشخص لحل مثل هذه المشكلات، حتى تكون هذه يعني نقطة تركيزه الوحيدة ويتمكن من تقديم الدعم المطلوب لهذه الفئة. في برامج بينكم وبين وزارة التربية، بينكم وبين يعني وزارة الصحة في مثل هذا الجانب؟ احنا دائما نبحث عن التكامل، ما نريد الجهود تكون مشتتة، وفي النهاية القضية محتاجة إلى جهود يعني جهات 4 أو 5 جهات أو 3 جهات كلها تقدم خدماتها في نفس الاتجاه. أعتقد أن شخص يعمل في ربما وزارة الصحة وزارة التنمية سيكون أصلح من الإجابة، لأني لا أعمل في مثل أنا أتحدث عن الجانب التوعوي. نعم. كان كجانب توعوي. نعم. يعني شاهدنا عدد من المؤتمرات في الصحة النفسية، عدد من الاستضافات، ولكن هذه أيضا تكون محصورة بأشخاص معينين. نعم، وفئة معينة ربما تكون. نعم. فقط للأكاديميين. نعم. للأطباء، لكن ماذا عن المجتمع؟ ماذا لو أرسلنا دعوات لأولياء أمور من لأصحاب هذه الفئة؟ سيكون بالتأكيد هذا التأثير أكبر وأعمق. ماذا لو كانت هناك تغطيات إعلامية خاصة ومباشرة بمثل هذه الفعاليات؟ لا نقول أن ليس هناك جهد مبذول، ولكن علينا أن نفكر كيف نضاعف هذا المجهود، كيف نظهره ونوصله لجميع أطياف المجتمع. نعم، واضح. شكرا جزيلا أستاذة أمل. يعني في كلمة أخيرة أيضا نريد نوقف على جهود الناس المختصين يعني بث الوعي القانوني والثقافة القانونية اليوم في المجتمع في التعامل، سواء من خلال التعامل المباشر في يعني مع هذه الحالات لو ارتكبت موقف معين، وأيضا في عملية استغلال هذه الحالات من قبل بعض الشخصيات في ارتكاب جرائم معينة. التعامل معهم القانون بالنسبة لهذا اللي هم احنا نريد يعني دوركم انتوا في بث الثقافة في المجتمع، هل في جهود معينة لتوضيح هذه الجوانب كثقافة كمعلومات، سواء من خلال الوصول المباشر يعني الى تجمعات مؤسسات المجتمع المدني لبث هذا الموضوع، او من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في وعي بهذا الجانب تعامل مع المعاقين ذهنيا؟ بالنسبة للتعامل القانوني بصراحة في الوقت الحالي ما يحضرني انه فعلا في وعي كثير قانوني يعني، وبالعكس اتمنى هذا يصير، يعني انه احنا نقيم ورش دورات مستعدين احنا بالعكس نكون مع الجهات الاخرى بالتعاون معهم طبعا لنشر إذن هذا هو جزء القانونية. من اللي نحتاجه في المستقبل. إحنا نعم وقفنا إذن ما الذي نحتاجه مستقبلا في جميع هذه الجوانب حتى نقدم الخدمات المتكاملة وندمج، يعني نكون جزء من الحل، جزء من العلاج، وليس جزء من يعني أيضا القضية نفسها. إذن هذه هي التفاصيل مستمعينا، وقفنا على كل تفاصيل هذا الموضوع من الناحية الصحية النفسية القانونية. نتمنى أن تكون الرسالة وصلت، ومهم جدا أن يكون المجتمع بكل أفراده مساهما في تقديم خدمة، سواء بأبسطها هو التعامل، تقبل هذا الفرد أيا كانت مستوى درجة إعاقته الذهنية، والمساهمة في توجيهه بالطريقة الصحيحة. نشكر ضيفتانا في الاستوديو الأستاذة فاطمة بنت إحسان اللواتي أخصائية نفسية، وكذلك المحامية أمل بنت خلفان اليحيائية صاحبة مكتب أمل اليحيائية، محامون ومستشارون في القانون. شكرا جزيلا لكم. شكرا. أحفظها من ديرة يا حافظ، قيادة ومسيرة يا حافظ، هذه النغمات الظفارية. ننتقل بكم مستمعينا مباشرة إلى زملائنا في محافظة الظفار عبد الله السعيدي وسميرة الفطيسي لنقل أبرز ما يدور هناك سواء حيث الأجواء أو المناشط. مساء الخير عبد الله.
مساء الخير ويا مرحبا وسهلا فيك أمل وبكل الزملاء الموجودين عندك في الاستديو. حياك الله، وأكيد أيضا سعيدين بتواصلكم ونبحث عن جديدكم اليوم هناك في محافظة الظفار. والله يا أمل جديدنا اليوم، أول شيء مسي عليكم ومسي مساء النور سميرة، مساء الورد، حياكم الله. الأجواء اليوم جدا جميلة، يعني هنا دربات ما شاء الله، الرذاذ والجو جميل، يعني فظيع. تخيلت المشهد طبعا يعني أنا على طول في دربات ما أقدر أتكلم ما أقدر. هي اليوم زيارتنا ومحطتنا كانت في ولاية الطاقة وبالتحديد دربات وشلالات دربات، الناس متجمعة بشكل كبير، نحن نكلمكم وندور ونتمشى بعد ويا الناس في هذه الأجواء. وسميرة يعني تحاول أنها هي تأخذ بعض ضيوف معها، وفي ربطنا هذا المتواصل اللي من خلاله نحاول نكون كل يوم في موقع نعرف من خلال الناس على وجهاتهم في طلالة. والله أمل أنا أحاول أني أكلم الناس لكن كلهم يقولوا والله أخيل، والله ما أريد، والله صوتي ما ينفح، إيش أسوي يا أمل، إيش أسوي؟ الناس مستمتعين بالجو ما يريدوا لقاءات الحين. يعني فعلا يعني يمكن دربات من مواقع السياحية اللي كثير الناس يعني تحطها في جدولها السياحي في زيارة محافظة الظفار، موقع سياحي جميل ويحمل أيضا بعض المناشط مثل ركوب بعض الدراجات المائية وغيرها المتوفرة. نعم يمكن تعطونا الصورة بشكل عام عبد الله وسميرة، يعني إذا كان ما في لقاءات. هو اللي يفرق أمل عند يعني في المواسم السابقة ما كانت المياه متوفرة بشكل كبير في الشلالات، ولكن بعد الحالة المدارية وإعصار ميكونو تفجرت كثير من العيون وأصبح يعني المياه متوفرة بشكل كبير في الشلالات، وهذا المكان دائما زوار محافظة الظفار تكون لهم محطة طبعا في دربات بوجود هذه الشلالات، وكثير بعد من الأنشطة اللي ممكن هم يعني مارسوها مثل ما ذكرتي، ومنها ركوب القوارب والدراجات المائية. نعم عبد الله، أيضا الطرق نتحدث عن هناك الخدمات المتوفرة الكثير، يعني كان متخوف أثناء هذه الزيارات من الخدمات الطرق هل هي سالكة، الكل يعني أشار من خلال المسؤولين ومتابعتنا أن الكل يعني كل شيء كان جاهز. أيضا من خلال متابعتكم ورؤيتكم الواقعية كيف لاحظتوا الخدمات، أيضا الأجواء، طبيعة الأجواء، درجات الحرارة، كل هاي التفاصيل. أيضا أكيد ناس حاطين زيارة محافظة الظفار لازال في الخطة، ويعني يمكن يكون خلال الأيام القادمة الأسابيع القادمة، فنعطيهم بعض المعلومات بحيث أنهم يستفيدوا منها. والله أمل أنا بصراحة يعني لاحظ على الرغم يعني الجهود المبذولة ما شاء الله يعني ما مبين شيء أبدا، ما كأن مرت على صلالة حالة مدارية، والحمد لله الحمد لله كل الأماكن يعطيهم العافية جميع الجهات الحكومية اللي هناك والخاصة اللي تعاونت فعلا أن تعيد الحياة إلى طبيعتها وتستعد لهذا الموسم استعداد يعني استثنائي مثل ما هي الأجواء استثنائية. نعم هي مثل يعني ما ذكرنا أن كل الطرق كانت سالكة لكل الأماكن السياحية في المحافظة. ما تشعر أبدا أنك أنت والله يعني معزول أو أنه ما تقدر توصل لوجهة سياحية تعودت أنك أنت تزورها في وجودك في محافظة الظفار. نحن اللي نحب نقوله أن وجودنا هنا اليوم ليس للتنزه فقط، ولكن في عمل نحاول إن شاء الله خلال الأيام القادمة أن يكون ذاهب لمتابعينا في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب لجمالية هذا المكان، تقنيات متوفرة في التصوير نقدر من خلالها فعلا أن نحن نوصل الصورة من خلال التصوير الجوي الحاضر في رصد هذه المشاهد وهذه الجمالية في هذا المكان من خلال طاقم العمل الموجود في الموقع الآن. جميل، إذن هناك أكيد مفاجآت على محطات أو منصات تواصل راح توصلنا قريبا خلال هذه الزيارات السياحية اللي يقوم فيها فريق الشبيبة. كيف كان برنامجكم الحلقة الأولى أمس عيش الخريف؟ والله كان يعني حلقة أولى موفقة وجميلة، قدرنا من خلالها أن نحن نرصد جزء من فعاليات مهرجان صلالة السياحي ومركز البلدية الترفيهي يشهد كثير من الفعاليات، والجميل أنه كل يوم في ولاية تحكي يعني قصة معينة من فنونها وتحكي
كذلك كثير من الموروث الشعبي ومن الحرف التقليدية الموجودة عندهم. يوم أمس كانت المحصة مع ولاية مضيبي، واليوم أكيد من خلال تواجدنا بعد ساعات في مركز البلدية الترفيهي بتكون ولاية أخرى حاضرة بكل ما تذكر به من فنون ومن حرف تقليدية. وأكيد يعني متابعين عيش الخريف من الساعة 7 إلى 8:30 بتكون التفاصيل حاضرة وموجودة عندهم إن شاء الله، وعسى كذا نقدر أن احنا نكون عيون المستمع في محافظة ظفار بمختلف الفعاليات الموجودة. نعم يعطيكم العافية. على فكرة على فكرة أمل، ترى سميرة ودرتني ها سميرة، يعني راح تستمتع، خليها تستمتع بالأجواء. نسيت اللقاء وما أعرف غابت وين ما أدري الحين، بس المكان فعلا ممتع. أتمنى لكم وقت يعني ممتع عبد الله وسميرة، وأيضا يعطيكم العافية على كل الجهود اللي تقوموا فيها سواء في النقل الإذاعي وكذلك يعني تجهيز المواد لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبيبة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قادم يوم غد إن شاء الله. شكرا عبد الله. إن شاء الله، وتحية طبعا للزملاء عندك علاء وشيخة وبتول وجاسم، وتحية كذلك للزميلة حمدة البلوشي، يعطيكم ربي الفاتحة. الله يعافيك يا رب، شكرا عبد الله. إذن هذه مستمعينا كانت أجواء الخريف ومحطات، كانت مع عبد الله السعيدي وسميرة الفطيسية من درباط بالتحديد، وإشارة أيضا إلى برنامجهم عيش الخريف اللي يأتي يوميا من 7 إلى 8:30 وينقل أبرز الأحداث والفعاليات المتواجدة في المهرجان. بهذه الفقرة مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. كانت حلقة اليوم في ملفها ذوي الإعاقة الذهنية، من المسؤول عن حمايتهم وحماية المجتمع منهم؟ وقفنا مع كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع، والكل أكد أن هناك خدمات بالفعل موجودة في مختلف القطاعات، لكن الطموح أكبر. هناك خدمات لابد أن يعني تتضاعف في هذه الجوانب، وهناك أيضا دور ينبغي من المجتمع سواء من الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الفرق التطوعية أن تقوم به في بث الوعي والثقافة في كيفية التعامل مع هذه الفئات، وأيضا حتى يكون إذا بدر أي تصرف يكون المسؤولية مسؤولية الجميع هنا، ولا يلام فرد بعيني على هذا الموضوع. كذلك استعرضنا في مانشيت الشبيبة الشراكة مع الصين تجذب الاستثمارات، وكانت محطتنا مثل ما تابعتوا الأخيرة من محافظة ظفار. بهذا نكون قد وصلنا إلى يعني نهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة ومواضيع أكيد جديدة على هذه الطاولة. كانت معكم في تقديم هذه الحلقة أمل الجهورية، وفي الإخراج والتنفيذ علاء المحاربي شيخ المخيني، وكذلك في إعداد هذه الحلقة بتول اللواتي وجاسم البداعي وزميلتنا أكيد حمدة البلوشي. شكرا جزيلا لمتابعتكم.